العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aramızda yeni gelen Türk kardeşlerimiz varsa ilk önce Arapça ondan sonra tercüme ediyoruz Türkçe'de inşallah. Biz geçen hafta Zilzal suresini işlemiştik. Bugün de inşallah bunu tamamlayacağız. Kulna nahnu asbu'a al-mada akhadna sure zilzal ve kulna اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. لعلنا اليوم نكمل هذه الصوره. نعم، بسم الله. وقال الانسان ما لها، يا اخوان، لما اسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيقوم الخلائق من القبور زي الجراد خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة إلى أرض المحشر، الذي ما سجدوا في الدنيا بدأ يسجد هونيك غصب العن، بدأ يقول له ربهم تبارك وتعالى اسجدوا. لما قال يوم يدعون إلى السجود بعدين فلا يستطيعون. ليش ما بده يستطيعوا؟ لأنه أمامهم نار، وراءهم نار، يمين نار، شمال نار، وتغشى وجوههم النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. الكافرون بدأ يقولوا ما لها؟ ما الذي جرى؟ من الذي أخرجنا من هنا؟ ولكن المؤمنين المسلمين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون بأن ربك أوحى لها. هنا ربنا يأمرها تكلمي أخرجي أسرارك وأقوالك، فتقول الأرض كما جاء بالتفسير يا رب يا رب كانوا يأكلون من خيرك ويعبدون غيرك. يا الله، الله أكبر، تتكلم كما تتكلم اليدين والرجلين. نعم أمد كاردشترم شمدي. يقول الإنسان ما لها، إنسان أولو قيامت جنوندا ربهم تبارك وتعالى يريزن سرسل أمر وردي زمان سرسلacak ve çekirgeler gibi insanlar kabirlerinden çıkacaklar. Orada mahşer gününe gittikleri zaman orada gelecekler ve Allah'a secde etmeyen o mülhidler, ateistler, kafirler Allah diyecek ki onlara secde edin bakalım. Ama edemeyecekler. Niçin? Çünkü önde ateş, arkada ateş, sağda solda ateş. Secde ettik zaman ateşi edecekler. İşte Rabbim Tebareke ve Teala o gün yüzleri kuzu gibi çevirecek olanlar, cehennemde kuzu gibi çevirecek olanlar, keşke Allah ve Resulü itaat etseydik ama orada keşkenin hiçbir faydası yoktur. İşte orada bi enne rabbeke evhâleha, Allah ona emrediyor, ey yeryüzü konuş bakalım, konuş ve der ki ya Rabbi, ey Allah'ım, şu filan kişiler var ya, dünyada senin mülkünde yaşıyorlar, sen senin mülkünde geçiniyorlardı ve senden başkasına ibadet ediyorlardı ey Allah'ım diye yeryüzü dile gelecek. Bu Allah'a zor değil kardeşlerim. Nasıl Rabbim Tebareke ve Teala el yevme nehtimu ala afvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yaksibun. O gün ağızlarını mühürleyeceğiz, ellerini şahitlik ettireceğiz ve ayaklarını aynı şekilde şahitlik ve konuşturacağız Allah diyor. Bu Allah'a zor değil. Dolayısıyla Rabbim Tebareke ve Teala bizleri uyarıyor. Naam. يَوْمَ اِذِنْ طَبِي اُرْدَى لِقِلُّ فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ تَقَدَّمِ تَعَالْ. الله، يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي، يا الله، يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ فلان ابن فلان تقدم، بده يجي ويأخذ كتابه بشماله. يا الله، بشماله، بدأ يقول يا ليتني لم أوت كتابيه. والمؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، انظروا إلى صلاتي إلى حسناتي. ولكن الكافر بدأ يقول يا ليتني لم أوت حسابي، إلى آخر الآية. نعم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هناك الناس يأتون ليروا أعمالهم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. في الدنيا إيش بتسوي هونيك؟ قبالك يوم القيامة. يروا أعماله، يومئذ يصدر الناس
أشتاتا ليروا أعمالهم. كل عبد يعطى صحيفته بشماله أو بيمينه. نعم هذه أخذناها. نعم فأما من فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هنا ربنا تبارك وتعالى يا أخوان قدم الخير عن الشر، على الشر. ليش؟ والله إنه يحبنا، يريد لنا الخير، لأنه الله رحيم غفور ودود حليم حليم. بس افتح يدك إلى الله تبارك وتعالى يأتيك بقدرته بمشيئته بإرادته سبحانه وتعالى. بيّن لعباده أن الله يحبهم. تعرفوا هلق لو أنتم بالبيت ونويتوا بساعد فقير بعشر ليرات أو عشرين ليرة، وجيتوا على الجامع ضربت يد على الجيبة ما في مصريات، يا اخذ الولد أو بالبيت. ايش؟ ما يحتاج، والله الله كتبه كأنك أعطيته إياها. ليش؟ لأنه يقول محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. علشان هيك ربنا تبارك وتعالى يحبنا، علشان هيك فتزودوا فإن خير الزاد